وفضلت ساكتة لمدة ثواني. قرب مني وسلم عليا ومد ايده التانية بايديا، وفضلت انا واقفة مكاني والدنيا كانت بتلف بيا. ساعتها شفت جوه عيونه كانت فيها فرحة مش طبيعية. هو كان واقف قصادي وكان مستنيني امد ايديا. مديت ايديا وسلمت عليه وشاف في ايدي خاتم مش ليه، وساعتها عرف انه خلاص ما بقاش في حاجة تربطني بيه. ما قدرتش انساله اللي عمله او حتى ابتسم في وشه، ولقيت انا ردة فعل اتغيرت بيها كل ملامح. لقيت الهدية وقعت من ايده والدمعة كانت نازلة من عيني. صعب عليا ومسكت ايده ومسحت الدمعة اللي في عيني، وقعدت اتكلم معاه وهديته وقلت له انساني خلاص، ما بقاش في حاجه تجمعنا تاني، واديك شايف كل الناس عرفت مكانك ايه في زمان. انت ماضي وعدى وقت، وانا اخترت اعيش مع حد اشتراه. وما تزعلش مني على اللي قلته، بس كان لازم اقول لك انساني. فك ترايب دلوقتي هنا هنحطه على البيج الستاندرد. وحاجه اخيره هقولها ليك، انا استنيتك شهور كتير وكل يوم كنت بفكر فيك، وبجد تعبت من قدر التفكير. ومع الايام عدى الوقت وعدم وجودك كان ليه تاثير. انا عارفه انك فقت، بس فوقانك في تاخير. شكرا.